نجح فريق طبي من كلية الطب بجامعة المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد في إجراء أول عملية تنظير للقصبات الهوائية لدى الأطفال، حيث قام الفريق الطبي بعمل منظار للجهاز التنفسي لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني من كحة مزمنة والتهابات رئوية متكررة استدعت تنويمها بشكل متكرر في العديد من مستشفيات منطقة الرياض، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة والمحافظات المجاورة. للتعليق ينضم معنا عبر الهاتف استشاري صدرية الأطفال الدكتور عبد الله العليان. دكتور عبد الله، أهلا بك معنا في نشرة النهار. بداية يعني نبارك لكم نجاح هذه العملية، بودنا نتحدث عن تفاصيل هذه العملية بشكل أكثر دكتور. أهلا وسهلا، وبداية أرحب بكم وأشكر قناة الأخبارية على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على إجراء أول عملية تنظير القصبات الهوائية لدى الأطفال على مستوى المحافظة المجمع المحافظات المجاورة لها. طبعا أخي الكريم، كإجراء جديد تم الاستعداد له من خلال تكوين فريق طبي مكون من كلية الطب بجامعة المجمعة مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، يتكون من محدثكم كاستشاري صدرية الأطفال وثلاثة من استشاريي التخدير، هم الدكتور محمد البقمي والدكتور كامل إبراهيم والدكتور فارس التبيخي، وكذلك أخصائية العلاج التنفسي عائشة الهايم وفني العمليات بدر مطيري. طبعا هذا المنظار تم عمله لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما كما تفضلت، كانت تعاني من كحة مزمنة مع بلغم والتهابات رئوية متكررة استدعت تنويمها في أكثر مستشفى. طبعا مثل هذه الإجراءات تعمل في ظروف خاصة وفي غرف العمليات وتحت التخدير العام. في المنظار تم فحص القصبات الهوائية وفصوص الرئتين، تبين خلال التنظير وجود كميات كبيرة من الإفرازات المخاطية التي كانت عملت إقفال كامل للفص السفلي للرئة اليسرى. طبعا تم التعامل مع هذا الإقفال عن طريق حقن محلول ملحي صوديوم كلورايد في المناطق المكفلة، تبعه سحب لجميع تلك الإفرازات مما أدى لفتح هذه الفصوص ولله الحمد. تم إرسال عينة من هذه السوائل للفحص المخبري وتبين وجود جرثومة تم على إثر إعطائها المضاد المناسب. في نهاية المنظار تم طبعا عمل استكشاف لاستثناء أي وجود عيوب خلقية أو نزيف أو التهابات أو كلاع أجسام غريبة في قصبات وفصوص الرئتين. ولله الحمد والمنة المريضة أو الطفلة تقبلت المنظار ولم يحصل أي مضاعفات، وغادرت في اليوم التالي وهي بصحة ممتازة ولله الحمد بعد أن وضعت لها الخطة العلاجية المناسبة. طبعا كما تفضلت هذا الإجراء هو الأول من نوعه على مستوى محافظة المجمع والمحافظات المجاورة لها. دكتور عبد الله، هل ستكون هذه العملية إن شاء الله باكورة لعمليات أخرى لأطفال يعانون من نفس الأعراض؟ طبعا بالتأكيد، طبعا هي جزء من مهام جامعة المجمع ممثل في الطب في إطار تقديم خدمات طبية متميزة تخدم المجتمع المحلي. وأود الإشارة هنا إلى أنه سبق هذه العملية مجموعة من الإجراءات الجراحية والطبية التي تعمل لأول مرة، وهذا يؤكد استمرار التعاون الدائم بين وزارة التعليم ممثلة بجامعة المجمع وبين وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمع. نبارك لكم من جديد هذه العملية، وشكرا لكل الفريق الطبي الذي عمل على هذه العملية الأولى من نوعها. شكرا لك دكتور عبد الله العليان استشاري صدرية الأطفال، كنت معنا في نشرة النهار.